أهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من جمل دارك، البرنامج اللي يساعدكم بمفاجأة أفراد عائلتكم وأحبائكم بتغيير المساحة الخاصة فيهم بشكل كامل، وهالشيء بيصير خلال غيابهم عن المنزل، من تغيير الأثاث وألوان الجدران إلى تركيب الإضاءة والإكسسوارات، كل شيء بيتم تغييره إلى ما يحتاجوا أو يحلموا فيه الأشخاص اللي تفاجئونهم، وهذا كله بيتم بساعات قليلة. مع مقدمينا ميثا عبد الجليل ورافد الحارثي. طلبوا مساعدتنا صفوان وزوجته وداد لمفاجأة ابنهم مجد بغرفة نوم خاصة فيه. رح فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم جمل دارك. اليوم مفاجأتنا كبيرة وصغيرة في نفس الوقت، لكن ليش يا رافد؟ كبيرة لأن المشروع بيكون كبيرة، لكن صغيرة لأن الغرفة صغيرة وفي نفس الوقت الولد صغير، اللي هو مجد اللي بيفاجأ أبوه وأمه بتغيير غرفة الجلوس اللي كانت عندهم قديما إلين غرفة نوم خاصة فيه. خلنا ندق الجرس مرة ثانية ونشوف شو تحدي اليوم. مرحبا، شو اخبارك؟ كيف الحال؟ والله تمام. رافد وميثم برنامج من دارك. يا حياة الله. نشوف الغرفة؟ شوف الغرفة؟ شكرا فيكم. شو وين الغرفة؟ هذه هي. تفضل. هلا هي الغرفة اللي تكون فيها. هي غرفة أنا غرفة الأقلام هي. أوكي. هالغرفة. أنت عندك ثلاثة صح؟ عندي ثلاثة، كان مجد ينام والكبيرة عندي دلع نامهم، بعدين كانت فرح صغيرة خلص صار بدها تنام مع اخواتها، فاضطرينا نعمل لمجد غرفة هون. والبيت بس غرفتين صح؟ غرفة حق شو حق رايلين شو غرفة حق الاولاد. فنحن اليوم مفاجأة يعني تحدي اكثر ما تكون مفاجأة تحدي في برنامجنا، حلقة يعني خلينا نقول بعد فيها تحدي جديد. فيها تحدي بالنسبة لنا بعد، نحن بنبني غرفة من أول وجديد، لأنه مثل ما تشوفون المساحة اللي هي وراك، خلنا نسير وين ما بنسوي غرفة يعني مو بس صبغ وأثاث، وهذا إحنا راح نبني هذه غرفة. هي كانت غرفة جلوس مشاهدينا. تعالي بس ويانا وداد عشان نتعرف أكثر عليك. هاي غرفة جلوس حق العيلة، نحن لازم رافد اليوم نبني جدران. قربي شوي إنزين، وبنصبغ وبنسوي كل شيء وبنشوف كيف ممكن نقدر نسوي شيء مميز حق مجد اللي هو عمره كم؟ 8 سنوات. الله يخليك ان شاء الله. فنحن اول شيء بنبدا بالجدران. بالجدران اول شيء، بعدين بنبدا بعملياتنا اللي تعودتوا عليها دائما، والاسقف بعد ما ننسى الاسقف، يعني يبالها بعد تعديلات الاضاءه قاعده تتلعب ويانا ما اعرف ليش. المهم مشاهدينا، هاي هي الخطوات الاوليه، خبرناكم عنها واعطيناكم فكره، شو رايكم الحين نصير الى قلب الحدث ونشتغل ويا بعض؟ الغرفة حالياً تستخدمها العائلة كاملة وتشكل منطقة وصل بين جميع غرف البيت. كيف نقدر نغير غرفة جلوس لغرفة نوم مع المحافظة على خصوصية مجد وبنفس الوقت افساح المجال أمام الحركة الطبيعية لسكان البيت؟ جميع الأثاث في الغرفة لازم يتم إزالته، لكن كل القطع الموجودة في داخلها أغراض. الخزانة والأدراج مليئة بمختلف الأشياء، من الكتب الدراسية حق الأولاد وألعابهم، والكثير من الأوراق الخاصة بالوالد. البعض رح نعبئه بصناديق للتخزين، لكن بعض الأغراض مثل الكمبيوتر والتلفزيون رح ننقلها لغرف أخرى، كغرفة الضيوف وغرفة مجد القديمة اللي شارك فيها أخواته. وما شاء الله عليهم مو مقصرين ويانا، دلع وفرح قاعدين يساعدونا بكل خطوة، ومبسوطين إن مجد بيكون له غرفة بروحه وإن بيكون لهم غرفة خاصة بالبنات. والحين طلعنا القطعة الثانية من الأثاث برا، باقي القطعة الثالثة اللي بتعطينا مساحة نقدر نشتغل في مشروعنا اليوم وفي تحدينا بعد اليوم. ميثا ما قاعدة تلعب، لكن يالسة تفك الكنب عن بعضه علشان نقدر نطلعه برا الغرفة. لا تحركوا قطع الأثاث قبل تفريغها من محتوياتها تقليلاً لوزنها، ولو كان حجمها كبير
قوموا بتفكيكها، لكن احتفظوا بجميع الأجزاء الصغيرة لإعادة تجميعها. بعد جهد كبير وبدون تكسير اختفت جميع الأشياء من داخل الغرفة. خلال وجودنا في موقع العمل صفوان بيساعدنا بمتابعة ولده مجد وإبقاء مشغول وبعيد عن المنزل إلين ما نخلص المشروع. رافد متعود دائما يستلم مفروشات من سيارات التوصيل أو إحضار الأصباغ أو الإضاءة، لكن هالمرة الأغراض اللي تم توصيلها بدت غريبة وغير مألوفة، قضبان معدنية ولوائح جبس، ولأول مرة حس نفسه رافد إنه في موقف خارج عن سيطرته. لكن ما يسميه رافد بفريق المهمات الخاصة كان موجود لمساعدته وتوجيهه خلال المشروع، وبعد فترة قصيرة من المراقبة ازدادت فيه ثقة بالنفس وقرر إنه يقدر يبدأ بالمساعدة. أنا بصراحة يا جماعة مو بعارف شو قاعد يستوي، لكن بحاول أساعدهم مع خبرة جمال دارك اللي أكيد اليوم عندهم مهمة ومشروع كبير، ونحاول نكون قريب منهم أساس نتعلم منهم. طبعا فتحنا هالفتحات اللي تشوفونها بين فراغات البلاط بحيث إنه ما يكسر الأرضيات أو البلاط اللي في الغرفة. في مشكلة قاعد يحلون الخبراء جمال دارك مثل ما قلنا، فإن شاء الله نحصل حل هالمشكلة. وأنت تعرف الغرفة يعني أو الصالة بمعنى آخر إن فيها منعطفات واختلافات وهذا، فالفاصل اللي بيكون لازم دقة وحساب شديد، فإن شاء الله نحل هالمشكلة. صمتي ونص الغرفة. لكن شكل الثقة بالنفس غير كافية، ولازم يقوم بتجميع كم أكبر من المعلومات قبل لا يباشر بالمساهمة بالأعمال اليدوية. أعتقد أني جيت أبغى أتعلم كيف يسوي الفتحات، فتحات الفواصل وفتحات البارتيشن. فسكت الدريل أول ما دخلت الداخل، نزلت تحت أخاف الناس اللي الشقة اللي تحت قاموا من النوم، فصراحة كفوا عليهم. لكن خطوة بخطوة نسبة السرعة في عملية التركيب بدأت تزيد. والحين خلصنا، دخلنا المسامير أو ثبتنا القواعد، قواعد الفواصل أو البارتيشن، فنحاول الحين نركب الباب أو نقسم وين الفواصل أو تكملة الفواصل. خليكم معنا. صفوان وداد حابين يفاجئوا ابنهم مجد بغرفة نوم جديدة خاصة فيه، لأن للآن يشارك أختينا دلع وفرح بنفس الغرفة، لكن عدد الغرف في البيت غير كافي. مع جمل دارك راح نقوم ببناء غرفة داخل صالة الجلوس وتصميمها بطريقة تمنح الخصوصية مع المحافظة على مساحة كافية لتنقل العائلة في بيتهم. نحن الحين بعدنا على الإطار الفاصل أو إطار البارتيشن، العمل قاعد يشتغل خلينا نقول شوي بطيء، لكن نحاول يعني نكسب الوقت قدر الإمكان. هناك ميثا قاعدة تشتغل على الكبت، وما أدري خلصت ولا بعدها، لكن إن شاء الله خلص بوقت أسرع ونقدر نكمل بعد. خلال عمل الفريق على بناء الدعائم اللي راح تشكل الجدران الفاصلة بين غرفة مجد وباقي البيت، استغلالاً للوقت ميثا راح تقوم بتجميع قطع المفروشات المختلفة، لكن خلال هالمراحل لازم نكون متأكدين من قدرتنا على إدخال الأثاث الجديد إلى هذه الغرفة. استخدموا أصغر مقدار للقياسات محافظة على الدقة التامة، ومن الأفضل قص القطع بشكل أطول بدل أقصر، لأن إعادة القص ممكنة لكن إعادة التطويل مستحيلة.
بعد متابعة ومراقبة فعالية رافد في موقع العمل ارتفعت، وبدأ بمشاركة الفريق بأعمال ذات مستوى صعوبة أعلى، وهذا أدى لسرعة أكبر بعملية تركيب الفواصل. توني مخلص الكبرت وبشوف رافد وين وصل، بس شكله مو ما خلص أي شيء. رافد شو صار وياك؟ بعدنا أنا قاعد نركب، قاعد نبني غرفة ترى. تبني الغرفة يعني بعد في دران وفي لا الموضوع وايد مطول والصالفة وايد فيها شغل، فأنا بسير أكمل الأثاث كله برا أساس يكون جاهز وندخل الغرفة بعد ما تنبني. صفوان والد مجد راح يتم مأخر اليوم لين ما يوصل الخبر إن المشروع تم إكماله، لهالسبب راح يطلعون مع بعض الحين بعد انتهاء الدوام المدرسي. بعد تركيب الدعائم الأساسية نقدر ندخل عناصر تكوين الغرفة المختلفة مثل الباب والإطار الخاص فيه وباقي الجدران، لكن كل من هذه الأجزاء المختلفة لازم لها تعديل للتأكد من مناسبة قياساتها للمواقع الخاصة فيها. هذا هو الكبت الثاني المفروض ان احنا نسويه. عندنا أثاث ثاني ما اعرف شبرية صراحة، مو متذكرة شو عندنا. خلينا الحين نشوف رافد يمكن هو يعطينا افكار. ها رافد. هلا. شو انا صراحة حيرانة ما اعرف شو اسوي، ما اعرف شو اساعدكم، المكان وايد صغير وما ابغى اني اجلس وياكم ازيد اشاركم اكثر. ترى نحن قاعدين نسوي غرفة. ايه زين، احنا ندور وين الغرفة يعني. زين اوكي، فالحين قربنا نحدد ملامح الغرفة كاملة. ركبنا هنا العواميد، ركبنا بعد الباب، ويعني نحاول نكسب الوقت قدر ما نمكن. زين انا الحين شو اسوي؟ انا الحين ركبت الكبت برا اثنين، كبتين ركبتهم. الأثاث؟ ما هذا أثاث؟ موجود. الشبرية موجودة، بس الشبرية ما نقدر نبنيها برا، ندخلها مكان صغير. شو رأيك تسوين تجيب الإضاءة؟ لأن بعد شوي بنحب نشتغل على الإضاءة. أو اللي تاج بشكل عام. شو رأيك؟ أوكي. خلاص. يلا خلاص أنا بصير أجيبهم. ومن هالباب حددنا ملامح الغرفة اللي ما كانت موجودة واستحدثناها، لكن بقت علينا أشياء بسيطة من الباب، يعني مثلا نفتح الفتحة ونصلح بعد هالفتحة الموجودة في الباب وصبغ الباب وتنظيفه، لكن داخل الغرفة قصة طويلة، تعالوا معنا. القصة طويلة فقط لأن تركيب الفواصل المختلفة وتجهيزها لا يمكن استعجاله، منعاً للأخطاء اللي ممكن تشوه منظر الغرفة أو حتى تشكل خطر وجود المشاكل الهيكلية. ولهالسبب التخطيط لازم يكون دقيق ومكتمل 100% قبل القيام بأي خطوة للبناء، وهذا يتضمن أشياء مثل سماكة الحائط وعدد الدعامات الرئيسية. نحن الحين خلصنا تركيب الإطارات، بعد شوي بنركب وكمل كامل ألواح الإطارات الداخلية، بعدين بنبدأ عملية الكهرباء، توصيل الكهرباء داخل الغرفة، بعدين بنبدأ بالألواح اللي بتكون خارج الغرفة. خلوكم معنا ودائما خطوة بخطوة. وضع الألواح الخارجية للغرفة آخر شيء يسهل علينا عملية تركيب المرافق الخاصة فيها كالإضاءة والتمديدات الكهربائية، ويجب مراعاة السلامة والأمان أثناء هذه الخطوات، لأن ممكن تشكل خطر اندلاع الحرائق لو تم تركيبها بشكل خاطئ، فلازم يتم عزل جميع التمديدات والتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاحتراق بالقرب منها. طبعا نحن في نفس الوقت قاعد نشتغل على شيئين في نفس الوقت، قاعد نصبغ شو هنا، قاعد يشتغلون على الألواح أو الجبسن بورد عشان نستغل الوقت. تم اختيار ألواح الجبس بدل مواد البناء المختلفة لعدة أسباب، فمن السهل جدا قصها وتعديلها للحصول على القياس المرغوب فيه، بالإضافة إلى سهولة التحكم بسماكة الجدران، والفراغات بينها تسهل عملية تمديد الأسلاك وتشكل عازل ممتاز للأصوات والحرارة، وما تأثر على الأشخاص اللي عندهم حساسيات مختلفة. أما صيانة هذه الألواح وحتى تفكيكها وإزالتها أسهل بكثير من أي مواد أخرى. صفوان خلى ولده مجد يبدأ بالقيام بواجبات المنزلية عشان لما يرجع البيت يقدر يستمتع بالمفاجأة اللي راح تكون بانتظاره. ها رافد، ابتدي في الصبغة هني داخل؟
شو بدي لك؟ بعدت انا الحين بس سكرنا اخر قطعه داخليه من اللوح، وبعدين قبل ما نبدا باللي برا نغطي من برا، بنبدا بالكهرباء. شوف الكهرباء تمام تنتهي. ايه المعجون كله شو ما زين. وين بتحط الكهرباء؟ الكهرباء الحين اول شيء بتكون هني، بيكون في ليت هني طالع السرير، بيكون في هالاتجاه. فبناخذ سوكت هني وهني، مفتاح بيكون هني ومفتاح بعد بيكون هني وتحت بعد. زي خلص علي، انا بطري برا لين انت تخلص هني كل شيء، وبعدين ناديني على اساس. وبعد هني باخذ هني 130 سنتي من الارض لهني، و20 متر من هني، 20 سنتي من هني، وبعد نفس الشيء هني. هني بيكون في مفتاح. موضوعك طويل. وبعد تحت هني، وبعد هني ليت، وبعد نفس الشيء. فيبغالنا وقت في الكهرباء. رافض اليوم ما شاء الله عليه، هو قدها طبعا، بس هو الكهربائي وهو اللي يبني وهو كل شيء اليوم، فيعني الله يعطي العافية. الله يعافيك. يلا اوكي. بس بسرعة، خلصتوا برا انتوا؟ احنا خلصنا ترياك. يلا. لسهولة تعديل لوائح الجبس، تركيب المآخذ الكهربائية والإضاءة ما أخذت وقت طويل، وتم عزل جميع هذه التمديدات بالسيليكون أو شرائط الكهرباء اللاصقة، وهذا مكننا من تركيب لوائح الجبس الخارجية ومعجنتها بوقت قياسي. مجد قرب يخلص واجباته وبدأ يتململ من وجوده خارج البيت، وبعد فترة قصيرة راح يقل صبره، لازم الفريق يستعجل الحين بمهمته. مجرد ما خلص رافد وباقي الفريق تركيب جميع الفواصل حق الغرفة، ميثا بدأت بعملية الصبغ. على فكرة الدنيا وايد حار، لأنه ما نقدر نشغل المكيف. اوكي، كل الفكره اللي بسويها واني بسوي هني كل الغرفه مثل ما تشوفون لون ازرق فاتح، هني طبقتين طبقتين طبقتين، لكن هني هو الاضاءه الاساسي اللي انا بسويه بلون غامج عشان يعطي شويه لمسه شبابيه للغرفه ويعطيها عمق اكثر. وبنشوف كل هذا احنا وياكم كوسيله لإلهاء ومنحنا بعض الوقت. صفوان اخذ مجد حتى يلعب ويتسلى كنوع من الجائزه لانهاء اشغاله المدرسيه. فريق الصبغ قرب يخلص، وبعد الأعمال الكبيرة رافد بدأ بالمهام الصغيرة كتجهيز الكماليات والإكسسوارات الخاصة بالغرفة لإدخالها فور انتهاء الفريق وجفاف الألوان. ميتا هلا. شو خلصتي؟ هي خلصت. يود يود تاني زين زين. زين طلعت وايد حلوة. زين الحين خلصنا الصبغ، وشو باقي الحين؟ بركب الإضاءة. وين بتركب هاي؟ بركب هذه هني وباقي بعدها الإضاءة. زين، وانت في هالوقت يا ليت مش تطلعين؟ وايد متحمس اليوم. بعد لازم اخلص، ماشي وقت، ما بقى شيء. فتصيرين تجيب الأثاث، وبالمرة انا بكون مخلص، بصير ابدل وانت عاد تفنني في الأثاث ان شاء الله. سيدي ما عندي كلام ثاني، شو اقول؟ بعد يوم طويل من المراقبة والتعلم والمتابعة، رد رافد لحماسته المعروفة واستلم مرة أخرى زمام موقع العمل، ومع المساعدة من باقي أعضاء الفريق بدأت ميثا بوضع لمساتها التجميلية الخاصة بجميع أنحاء الغرفة حتى تناسب ذوق مجد وتحسسه بالدهشة وبوجود هوية الشخصية بالمساحة الجديدة. صفوان ومجد وصلوا البيت بعد غياب طويل، لحظات ويكتشف المفاجأة اللي تتريها فوق. يا جماعة شكله ما حد خبرهم ان مجد وصفوان وصلوا، ما عاد في اي وقت للشغل، لازم تكون الغرفة كملت. زين ابقى انا اجي. زين يا جماعة، أنا جيت أساعد ميثا في تدخيل الأثاث، لكن فريق الإنتاج خبرونا أنها عندها ظروف شخصية واضطرت تسير، لكن نحن بنكمل مفاجأتنا وبنكمل تحدينا اليوم، لكن بيكون الكلام شوية والشغل وايد. شو وصل؟ وصل يا تعال يا أبطال.
فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا رافد مران جمل دارك. مجد كيف حالك؟ الحمد لله تمام؟ زين أنا رافد، نحن مسوي لكم مفاجأة من برنامج جمل دارك. زين لكن قبل ما تشوف هالمفاجأة من أمك وأبوك لازم تسكر عينك. زين عادي تقطيع عينك. مستعد لتغطية العيون؟ أوكي نغطي لك عيونك ونقول بسم الله. زين جاهز؟ وانت وانت زين أباك تدليني درب غرفتك. وين درب الغرفة؟ تعال معي. وين أسير غرفتك أنت أول شيء؟ بشوف الغرفة وين؟ تكلم مد وين؟ وين؟ زين ما عليه. هني أوكي؟ هني؟ زين نقول واحد اثنين ثلاثة. تعال تعال يا مجد تعال 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 هني تعال هني تعال هني نشوف وين أنت؟ أنت وين؟ مستعجل المساحة الخاصة بمشروع اليوم شكلت تحدي كبير، فهي عبارة عن صالة جلوس خاصة بالعائلة بالإضافة إلى مكان وصل بين الغرف المختلفة داخل البيت. واختلفت الاقتراحات والأفكار بتغيير المكان لتشكيل غرفة تناسب شاب صغير. لكن مع جمل دارك ما في مهمة تصعب علينا. تم بناء غرفة خاصة بمجد داخل المساحة القديمة، واستخدام مواد البناء الملائمة تم أيضاً الحفاظ على المساحة للحركة والمرور خارج الغرفة، وتواجد فيها جميع الكماليات المتوقعة بأي مكان للمعيشة، كوجود مآخذ كهربائية وإضاءة داخلية، وفوق كل هذا الحفاظ على الروح الشبابية الخاصة بمجد مع كل المكملات اللي تناسب شخصيته. زين مجد قول لي انت الحين كيف عرفت انها غرفتك يوم دخلت الغرفه؟ شفت صورتي. حلو. وشفت سبايدر مان. اوه سبايدر مان. شفت صورتي انا ورفقاتي. يعني صورك وايد. زين بعد في شيء ثاني، انت الحين اول ما دخلت الغرفه انت ما انتظرت لما اشيل الرابط من عينك، شليته على طول. ليش؟ لاني متحمس لحتى اشوف المفاجاه. متحمس متحمس يعني عجبتك المفاجأة أهم شيء؟ زين ما عليك. زين شو تقول لأمك وأبوك اليوم فاجأوك بهالمفاجأة الحلوة؟ شكرا. بس شكرا؟ عطى بوسة. أوكي بوسة من قلب هذي. يعطيك العافية يا مج، وإن شاء الله كل يوم تنام في هالغرفة. ها خلاص تدرس في الدراسة كل يوم تدرس وقت الامتحانات ترى. زين شاطر. شو تقول ابو مجد؟ شكرا لكم على البرنامج اللطيف، بس والله ما توقعت انه يعني تطلع غرفه بقلب غرفه شغله كبيره يعني. ما شاء الله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله مستانسين بهالمفاجاه الحلوه. اذا مشاهدينا مثل ما شفتوا كانت هذه الاجواء الجميله من برنامجكم برنامج المفاجات، كانت حلقه حماسيه حلقه تحدي. ان شاء الله تابعونا في حلقه قادمه من برنامجكم جمل دارك. مع السلامه. هذه كانت إحدى مفاجآت جمل دارك. تابعونا مشاهدينا في الحلقة القادمة، ولو حبيتوا تشاركونا أو تتواصلوا ويانا تابعونا على الموقع الموجود أسفل الشاشة.